الله أكبر، آثار الدمار في المسجد نتيجة استهدافه بقذائف الدبابات من حاجز الجيزر المتواجد في قرية الرام. الله أكبر، الله أكبر. تدمير المسجد بشكل كامل. الله أكبر. آثار الدمار في مسجد قرية نحني نتيجة استهدافه بقذائف الدبابات. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله أكبر. آثار الدمار في مسجد قرية نحلي نتيجة استهدافه من قبل عصابات الأسد بقذائف الدبابات. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.